أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى، أهلا بكم. نتابع في هذه النشرة بعد قليل. مؤسسة محمد أسدس لحماية البيئة تواصل جهودها بالشواطئ الأكثر ارتيادا من طرف المصطافين للتحسيس بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وجعل مياهها أكثر جودة للاستحمام. بحلبة سلا لألعاب القوى، منافسات البطولة الوطنية الفردية تتميز بمشاركة هامة للعدائية الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. مهرجان فنون الأطلس بأزيلال في نسخته العاشرة، عروض في الفروسية التقليدية وتنشيط فني متميز. أهلا بكم. منذ إطلاق مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لعملية شواطئ نظيفة تحت شعار بحر بدون بلاستيك، تتواصل بمختلف الشواطئ المستهدفة بالعملية الحملات التحسيسية الموجهة إلى المصطافين للتأكيد على خطورة التلوث بالمواد البلاستيكية وتأثير ذلك على سلامة البيئة. من شاطئ سيدي رحال، روبورتاج فاطمة تابوت ومصطفى ودع. هو شاطئ سيدي رحال واحد من الشواطئ الأكثر ارتيادا خلال فصل الصيف، حاز سنة 2004 على جائزة الساحل المستدام وحافظ على اللواء الأزرق من 2008 إلى 2016. اليوم يحتضن عملية شواطئ نظيفة لمحاربة التلوث الناتج عن المواد البلاستيكية بمشاركة العشرات من الأطفال المخيمات لترسيخ ثقافة الحفاظ على نظافة الشاطئ. وهاد الوليدات هادو من خلال هاد الحملة هادي كنتوخاو على أنهم ملي يمشيو الأسر ديالهم كينقلوا هاد الثقافة للعائلات ديالهم، وبالخصوص على أن العملية ماشي العملية ديال جمع النفايات أكثر من هذا، وأن هذيك النفايات راه كتم الفرز ديالها. محدنا كنجمع الزبل كنستافدوا من الشاطئ وكنخلوا الشاطئ للأجيال القادمة اللي هي غتبغي تستافد من الشاطئ. الحملة تنظم في إطار مقاربة تشاركية بين جمعيات المجتمع المدني، الجماعة والشركاء الاقتصاديين من خلال تحسيس المصطافين وخاصة الأطفال من أجل تقليص النفايات البلاستيكية والحفاظ على نظافة الشاطئ. هذه العملية هذا المجلس الجماعي كل سنة كيديرها، كل سنة قبل من موسم الصياف وصول الغاية للمشروع كل سنة. الحمد لله كتشوفوا الشواطئ راها نظيفة. اليوم كنا مع حملة ديال تجميع ديال النفايات، الأطر أيضا تربوية قامت بالعمليه ديال الفرز رفقات هاد الوليدات هادو والتحسيس ديالهم بانه ممكن هاد النفايات هادو البلاستيكيه يمكن لها انها ترسكل ويعاد تدوير ديالها وتصبح مفيده اكثر مما هي يعني مضره اذا كانت في على الشاطئ. الحمله تروم ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة ومحاربة التلوث الناتج عن المواد البلاستيكية وإعادة تدويرها، وصولا إلى الحفاظ على نظافة الشاطئ خلال موسم الاصطياف للاستمتاع بجودة مياهه وجمالية رماله. الشواطئ تظل وجهة الاصطياف المفضلة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وطقس اليوم سيظل حارا بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد. درجة الحرارة العليا ستتأرجح ما بين 24 و29 درجة بالسواحل وبمرتفعات الأطلس، وما بين 30 و35 درجة بشمال المنطقة الشرقية، السايس، الريف، هضاب الفوسفات والماس، منطقة سوس وسهول المحيط الأطلسي. كما ستتراوح درجة الحرارة ما بين 35 و40 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، السهول الغربية للأطلس الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 41 درجة و44 درجة بأقصى جنوب المملكة. وعبر أقطار أوروبا موجة حر شديدة هي الثانية خلال هذا الفصل، دفعت بالحكومات إلى إطلاق تحذيرات وإلى اتخاذ تدابير احترازية. وأمام الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة بأوروبا هذا الأسبوع، أصدرت الأمم المتحدة ما وصفته بتحذير من الخطر الأكبر الذي يهدد كوكب الأرض بعد اتساع رقعة كتلة الهواء الساخن ووصولها إلى جزيرة غرينلاند بالدنمارك. فرح سعف.
كتلة الهواء الساخن في أوروبا حطمت كل الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وهي في طريقها إلى الخطر الأكبر. هذا التحذير أصدرته الأمم المتحدة التي أكدت أن موجة الحر التي تتحرك حاليا من شمال إفريقيا وإسبانيا لم تحطم فقط درجات الحرارة القياسية في أوروبا بل تجاوزتها بثلاث أو أربع درجات مئوية. الأمم المتحدة قالت على لسان المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة لها إن العالم بات قاب قوسين أو أدنى مما سمته الخطر الأكبر، وهو تنقل كتلة الهواء الساخن إلى جزيرة غرينلاند بالدنمارك، وهو ما سيترتب عنه ذوبان الغطاء الجليدي الذي يعتبر جزءا أساسيا في المنظومة المناخية العالمية، خاصة وأن ذوبانه سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه المحيطات بصورة كبيرة بالإضافة إلى اضطرابات بالغة في الطقس. الأمم المتحدة وصفت ما يقع في غرينلاند بالكارثة، حيث أوضحت أن الجزيرة فقدت في شهر يونيو الماضي فقط 160 مليار طن من الجليد، أي ما يعادل حجم 64 مليون مسبح أولمبي. في الملف الليبي، تعرض مستشفى ميداني تابع لحكومة الوفاق الوطني جنوب العاصمة طرابلس لقصف جوي تسبب في مقتل 5 أطباء وإصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حسب المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني. ولم تتبنى قوة حفتر مسؤولية القصف الجوي الذي طال المستشفى الميداني، ودعت منظمة الصحة العالمية مرارا إلى تجنب استهداف الطواقم الطبية التي تقدم خدمات الإسعاف لضحايا المعارك. وفي بوركينا فاسو لقي أمس 15 شخصا مصرعهم في هجوم لعناصر مسلحة استهدفت إحدى القرى شمال البلاد. وتتعرض بوركينا فاسو منذ 14 عاما لهجمات إرهابية متكررة زادت حدتها ودمويتها تدريجيا وأسفرت عن مقتل 500 شخص منذ سنة 2015. وفي ملف الأزمة السودانية، وبينما التقى قادة المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في جوبا جنوب البلاد مع حركات معارضة لبحث تفاصيل اتفاق تقاسم السلطة، خرج العشرات في مسيرات احتجاجية وفي مسيرات غضب بالخرطوم للتعبير عن رفضهم لنتائج لجنة التحقيق في فض اعتصام المحتجين بالعاصمة في يونيو الماضي. نبيلة أزرقان. مظاهرات في السودان احتجاجا على نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام بالخرطوم في 3 يونيو الماضي الذي أسفر عن مقتل 87 شخصا، وهو ما رفضه المعارضون باعتبار أن هذا العدد أقل بكثير من الواقع. وتتحدث المعارضة عن مقتل أكثر من 136 شخصا، وأعلن قادة الاحتجاج رفضهم لنتائج التحقيق في هذه الأحداث. وقد اتهمت لجنة التحقيق السودانية عناصر من قوات الدعم السريع بالمشاركة في العملية الدامية لفض اعتصام المحتجين بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك. وجدد قادة الاحتجاج مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضم ممثلين للأجهزة الأمنية. وعلى صعيد آخر، فالعاصمة بوجا جنوب السودان تواصل المجلس العسكري وإحدى الحركات المتمردة لاتفاق يقضي بالعفو عن كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط أحكام الأعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلا عن فتح المسارات والممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع. وقبل طي الملف الدولي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت يعد فرصة اقتصادية هائلة. وتعهد خلال خطاب ألقاه في مدينة مانشستر بإقامة استثمارات جديدة في المناطق التي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما تعهد بتسريع المفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية لمرحلة ما بعد بريكسيت وبإنشاء موانئ حرة من أجل دعم الاقتصاد البريطاني.
بمناسبة العطلة الصيفية ندمت الكشفية الحسنية اللقاء الثامن للأسراب في مركز التخييم عبد الكريم الفلوس بسلا. أزيد من 180 طفلا يستفيدون من ورشات في حقوق الطفل وورشات أخرى تعلمهم الانضباط والاعتماد على النفس وترسخ لديهم قواعد متعلقة بتربية الكشفية. إيمان سلوي ومحمد تونينا. هذا الطفل يشارك في هذه الورشة المتعلقة بمبادئ حول حقوق الطفل، تترأسها طفلة هي ملك شهد، تصيخ السمع لهم لأفكارهم ولتصوراتهم، فهم يناقشون مفهوما بالغ الأهمية يسمح لهم لأطفال الغد بتطوير وعيهم ومداركهم، فهم من سيحملون المشعل غدا. خاصنا نحافظوا على الحقوق ديالنا ونحاولوا نتمتعوا بهم ما امكن، في الصحه، في الدراسه، الحق في التمتع بالدفء الاسري. جينا كنتعلموا حقوق الطفل التنميه المستدامه. الهدف منها هو مشاركه الطفل، هو حق من حقوق الطفل الاطفال اللي فعلا كيحط المرصد الوطني لحقوق الطفل على التنفيذ ديالو، وهذا الشيء داخل في اطار تحقيق اهداف التنميه ديفلوبمون دورابل في الاجندا 2030. أزيد من 180 طفلا يشاركون في هذه الأنشطة من اللبنات الهامة التي يتعلمها الأشبال بالمخيم، الانضباط والتنظيم والاعتماد على النفس. تعلمت حاجات كثير بحال الاعتماد على النفس، الوقفة أمام الجمهور، التكلم بالسلاسة، بزاف الحاجات. هاد الأشبال عندهم فرصة للعيش بين أحضان الطبيعة، وفي نفس الوقت تكون عندهم فرصة للاكتساب واكتشاف مجموعة المسارات. تنحت في الذاكرة عديد من الصور، لا شيء يعكر صفو التعلم هذا اليوم، فالتعلم في الصغر كالنقش على الحجر. وضمن فعاليات المهرجان الدولي لأطفال السلام، حوار بين ثقافات البلدان المشاركة في حفل فني احتضنه مسرح محمد الخامس بالرباط. الأجواء ينقلها روبورتاج عبد الرحيم بن شيخي والمهدي الشطيبي. دورة بمشاركة أكثر من 700 من أطفال العالم جاءوا من قارات المعمور، من أقاصي آسيا إلى أمريكا الجنوبية. 30 دولة تجتمع في احتفال للسلام والتبادل الحضاري والثقافي. احنا الآن في دورة 13، وهذا بيهن أن الاختيار لاختيار السلام الآن نجحنا ربما فيه، والإقبال كثير والطلبات ديال الدول اللي كتبغي تشارك. الآن وصلنا 30 دولة، نظرا لعدم ماشي لقلة الإمكانيات، ماشي عدم الإمكانيات، الحمد لله 700 طفل من مختلف البلدان من القارات الخمس موجودين الآن في الرباط وفي سلا لكي يحتفلوا بالسلام. قد تغيب اللغة المنطوقة لتعوضها لغة الفنون المختلفة والموسيقى التي هي لغة كل الكائنات، من أجل ربط أواصر التعارف والمحبة. إلى عالم الرياضات، تتواصل بحلبة سلا لألعاب القوى منافسات والبطولة الوطنية الفردية لألعاب القوى لفئة الشبان والكبار ذكورا وإناثا. البطولة تتميز بمشاركة هامة لعداء الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. التفاصيل مع قائمة بلعوشي، المهدي شطبي وجهاد لبري. في اليوم الثاني من منافسات البطولة الوطنية، الأندارة كانت متجهة صوب سباق 10,000 متر بحضور مجموعة من الأسماء البارزة على الصعيد الوطني. حسن توريس كان الأفضل وتمكن من الفوز بلقب البطولة الوطنية. الحمد لله، نزيد فسعيد بهذا الفوز، حسن الأمطار الأخيرة
لان بعض المشاركين تبارك الله كانوا في منافسه قويه معي، الحمد لله استطعت نفوز عليهم بالسرعه النهائيه. في صف الاناث كلتوب عسريه تفوز باللقب. هذه دابا العام الثاني انا كندير تيتر ديال بطوله المغرب، والحمد لله هذا العام ربحت بطوله المغرب كروس، وربي ما خيبنيش، كانت منافسه قويه بيني وبين رقيه مقيم وحجيبه حسناوي، وحاولت في اخر المطاف انني نتزوج الصديقات ديالي، والحمد لله ربي ما خيبنيش، يعني كنضرب تماره والبريباراسيون ديالي كنديرها في مدينه افران. هي البطولة الوطنية الفردية، وكان فريق الجيش الملكي قد فاز بلقب كأس العرج التي جرت بمدينة سيدي قاسم. المسابقات التقنية كانت مبرمجة على مستوى الإناث والذكور، وكان التفوق الواضح لفريق المولودية الوجدية الذي انتزع الميداليات الثلاث في المسابقة الخاصة بالوثبي الثلاثي، وإن كان هنا ياسين قد ضيع هذه الفرصة. النهار الأول فاش بدينا الدومين ديالنا، اول حاجه بداو بها هي هذا الشيء ديال تريبل سوس ولونغور، والحمد لله توفقنا فيه، ووجده هي اللي مسيطره كاع على المغرب في هذا هذا السبيسياليتي. التتويج يبقى حافزا معنويا هاما لهؤلاء العدائين بغيه الانضمام الى المنتخب الوطني لألعاب القوى. وللحديث عن هذه البطولة معنا مباشرة من سلا السيد علي الزين مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوى. بداية، هذه أول مرة تحتضن حلبة سلا هذه البطولة، ما هي أبرز الإنجازات المسجلة لحد الآن؟ يعني احنا في اليوم الثاني ديال بطولة المغرب واللي تنظمها الجامعة في حلبة سلا، اللي كتعتبر من بين الحلبات اللي هي يعني جميلة بحكم تجربتي المتواضعة. فيعني هذه البطولة هذه فتحقق أرقام يعني جد يعني ممتازة، وعلى سبيل المثال القفز الطولي اللي عرف ترقيم تحطيم رقم قياسي شخصي اللي هو 8.01 من بعد ما شناهاش من بعد يحيى بن رابح. وكذلك يعني العدائين لاحظنا عدائين جدد يعني شبان وكذلك شابات، اللي هما بالمناسبه ديال هذه البطوله اللي هي يعني ديال الخاصه بالشبان والكبار. فيعني اليوم نقدر نقول لكم بانه رجعت للمستوى اللي كنا فيه وحنا كنمارسو. فيعني اليوم حلبة سلا فيعني هو يعني عطات واحد الاخر تجربه اخرى من ناحيه يعني النتائج الايجابيه لحد الساعه. طيب، كيف ترون الاستعدادات الجاريه للالعاب الافريقيه التي تستضيفها الرباط في شهر غشت المقبل، وبطوله العالم لالعاب القوى بالدوحه في شتنبر المقبل؟ فيعني بالمناسبه فيعني هذا السنه كان يعني يعني سنه كنقولوا بانها طويله. علاش؟ لانه الالعاب الافريقيه وكذلك بطوله العالم هذه السنه هذه يعني غادي يكونوا متاخرين، لذلك فالموسم كان طويل وشاق. واليوم من خلال هذه البطوله هذه فيعني ضفنا اسماء جديده اللي هي يعني اللي غادي تشارك في الالعاب الافريقيه، وكذلك نطعموا بها المنتخب ديال الكبار اللي غيشارك بطولات العالم. ويعني كانت مشاركه جيده، وهذا تيرجع للفضل يعني للمدارس الجهويه اللي هي اليوم اكتشفنا بانها عطتنا اسماء جديده اللي ندعموا بها المنتخب الوطني ان شاء الله ديال السنه هذه. شكرا لكم سيد علي الزين على هذه التوضيحات، انتم مدرب المنتخب الوطني لالعاب القوى. ونختم النشرة من أزلال التي كانت على موعد مع مهرجان فنون الأطلس في نسخته العاشرة. التظاهرة عرفت مشاركة مجموعة من الفرق الفولكلورية والموسيقية المحلية والوطنية، إضافة إلى عدد من سربات الفروسية التقليدية. وفي البرنامج أيضا أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة للكبار والصغار، أبرزها كرنفال المهرجان. شهاب زريوح وعمر جليدي.
كرنفال مهرجان فنون الأطلس يجوب أبرز شوارع المدينة على إيقاعات وأهازيج فولكلورية تعكس تنوع التراث اللامادي الوطني وغناها الفني، وهذا ما قدمته هذه الفرق من خلال لوحات استعراضية. تعرف يعني بزاف ديال الفضاءات، هناك هذا الفضاء هذا اللي غادي ندوزو ديال الفرق الفنون الشعبيه، عندنا 14 فرقه محليه وعندنا 11 فرقه على الصعيد الوطني. هذا هو ما يميز هذا المهرجان ديالنا بهذا العدد الكبير اللي كيجيو ليه ديال الفرق الفنون الشعبيه. المتنفس للساكنه ديال ازيلال بهذا الكم الجماهيري، هي محتاجه لما هو ترفيهي وما هو تثقيفي وما هو فني. هذا المهرجان تضم مجموعه من الفرق الفولكلوريه لا على الصعيد المحلي ولا الصعيد الجهوي ولا الصعيد الوطني. وإضافة إلى كونه متنفسا سنويا للساكنة وزوار المنطقة، المهرجان هو أيضا مناسبة للتعريف بخصوصيات الفروسية التقليدية. وفي هذه الدورة تشارك أزيد من 40 سربة تمثل مختلف جهات المملكة. وهذه الفروسية التقليدية لها تاريخ عتيد بالإقليم أزيلال، إرث وتراث من أجدادنا. وبتنظيم مثل هذه المهرجانات تساهم في الحفظ على هذا الموروث. مهرجان فنون الأطلس يؤكد على أهمية الحفاظ على التراث اللامادي وتثمين الموروث الثقافي والفني، ويساهم أيضا في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والثقافية في المدينة. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر في نشرة الظهيرة. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تواصل جهودها بالشواطئ الأكثر ارتيادا من طرف المصطفين لتحسيس بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وجعل مياهها أكثر جودة للاستحمام. بحلبة سلا لألعاب القوى منافسة البطولة الوطنية الفردية تتميز بمشاركة هامة لعداء الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. مهرجان فنون الأطلس بأزيلال في نسخته العاشرة، عروض في الفروسية التقليدية وتنشيط فني متنوع. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى الغد بإذن الله.